ينضم إلينا من بلدة سديروت في محيط قطاع غزة فراس لطفي، ومن خان يونس الصحفي غازي العلول. أبدأ معك غازي، وآخر الحصيلة، حصيلة القتلى والجرحى جراء هذا القصف المتبادل، خصوصا وأن غزة ما زالت مسرحا للقصف المدفعي والطيران الإسرائيليين. نعم فضيلة، أيضا رصدنا خلال الدقائق الأخيرة استهدافات مستمرة لمنازل لمدنيين فلسطينيين في أكثر من منطقة هنا في قطاع غزة، بالتحديد في شمال القطاع في معسكر جباليا كان هناك استهدافا يعود لمنزل عائلة أبو الفحم، وهذا المنزل مأهول بالسكان وحديث عن ضحايا وإصابات. أيضا كان استهدافا آخر قد وقع بالتحديد في مخيم النصيرات لعائلة الفقه، وأيضا هذا البيت مأهول بالسكان على اعتبار أنه يستقبل أيضا عددا من النازحين من أقارب هذه العائلة كما وردنا. بالتالي الحصيلة ستزداد وسترتفع فور انتشال جثامين الضحايا وكذلك المصابين. أيضا فيما يتعلق بالحصيلة النهائية، آخر ما ورد من وزارة الصحة هو 7328 ضحية سقطوا خلال هذه الحرب المستمرة في يومها 21. ميدانيا كذلك لازلنا نسمع أصوات المدفعية التي تقصف الحدود الشرقية من شمال القطاع إلى جنوبه، ولم تتوقف أبدا منذ نحو 3 ساعات. هذه المدفعية التي تتركز بالمناطق الشرقية سيما في منطقة البريج، بالتحديد في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. أيضا كانت بلدية غزة قد قالت بأنها تلقت تهديدا عبر اتصال هاتفي من الجيش الإسرائيلي يهددها بضرورة إخلاء المبنى، وأنها ستستهدف هذا المبنى الذي يبلغ عمره أكثر من 200 عام، وهذا المبنى الذي يضم كل الوثائق وكل الأوراق الثبوتية الخاصة بملكيات الغزيين في مدينة غزة بالتحديد. واستهداف مثل هذا المبنى وهذا المقر الرئيسي يعتبر تهديدا لأملاك الغزيين في وسط المدينة، ممن يمتلكون متاجرا ومنازل وكذلك أراضي وعقارات. بالتالي كانت قد حذرت بلدية غزة بضرورة التدخل الفوري العاجل لإيقاف هذا الإجراء الذي على ما يبدو بأن إسرائيل ستنفذه في الوقت القريب والقصير، وستستهدف هذا المبنى كما استهدفت سابقه بعد تحذير وإنذار مسبق. أيضا فيما يتعلق بالحالة الإنسانية هنا، بالفعل دخل اليوم 10 أطباء أجانب من جنسيات مختلفة مع 10 شاحنات محملة بمساعدات غذائية وإغاثية وكذلك مستلزمات طبية. هذه الشاحنات التي ترفع عدد المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة إلى 84 شاحنة وصلت خلال الأيام الماضية، ولكن وزارة الصحة هنا تقول بأن هذه المساعدات لا تلبي أبدا الاحتياج الضروري للمرضى والمصابين هنا داخل المستشفيات، ولا تلبي أيضا احتياج العديد من الناس النازحين. نذهب إلى فراس لطفي في سديروت والمزيد من الاطلاع على الوضع الراهن الآن هناك. يعني الوضع هنا مشتعل بشكل كبير، القصف العنيف المدفعي ومن الطيران الحربي الإسرائيلي لا يزال على حاله وعلى أشده، يقصف في مناطق وسط وشمال قطاع غزة وعلى طول الشريط الفاصل ما بين قطاع غزة وإسرائيل. نرى هنا القذائف كالمطر حقيقة، ثواني معدودات بين كل قصف وآخر من المدفعية الإسرائيلية ومن الطيران الحربي الإسرائيلي. هذه الرشقات تشكل في الداخل سحابة سوداء فوق معظم المناطق الشمالية لقطاع غزة جراء هذا القصف العنيف الاستثنائي حقيقة فضيلة، الذي لم نشهده منذ فترة طويلة. تشارك فيه المدفعية الإسرائيلية وسلاح الطيران الحربي الإسرائيلي، وبالمقابل رصدنا اليوم رشقات متعددة من الصواريخ أطلقت باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية سواء في غلاف قطاع غزة أو في منطقة
عسقلان وتل أبيب، ولكن اللافت اليوم كان هو إصابة الصواريخ، إصابات مباشرة لمبان ومنشآت إسرائيلية في عسقلان. أصاب صاروخ شقة سكنية في برج سكني كبير، إلى جانب إصابة صاروخ آخر لشقتين سكنيتين في تل أبيب واشتعال النار فيهما. وهذه الشقق كانت في عمارة سكنية من 4 طوابق، وتم إخلاء هذه العمارة وهذا المبنى من ساكنيه وإبعاد المواطنين عن محيطه. كما تسمعين القصف لا يزال مستمرا وبشكل عنيف ومكثف على منطقة وسط وشمال قطاع غزة. 6 إصابات حقيقة جراء هذا القصف الصاروخي الذي انطلق من قطاع غزة على منطقة تل أبيب. وهذا الواقع لربما يعزز الرأي السائد لدى الجانب الإسرائيلي بأن أي حديث عن القضاء عن قدرة حماس الصاروخية وترسانتها العسكرية لا يمكن أن يتحقق إلا بدخول بري، وهذا ما تحاول القوات الإسرائيلية التمهيد له من خلال التوغلات المتكررة في منطقة وسط وشمال قطاع غزة. وآخر توغل أعلن عنه الجيش الإسرائيلي كان عن طريق البحر من خلال دخول عدد من الكوماندوز البحري الإسرائيلي إلى مناطق جنوب قطاع غزة. شكرا لك فراس لطفي من بلدة سديروت.